حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رأى اقتصاديون عراقيون أن برنامج الحكومة الحالية في دعم المحافظات الوسط والجنوب خدميا لا يتناسب مع تخصيصاتها ضمن الموازنة. وبحسب المختصين في الاقتصاد فإن آلية إعداد الموازنة وتوزيع المخصصات جرت وفق المعادلة القديمة التي تتبعها الحكومات السابقة، وإن ما تم إدراجه في مشاريع تنمية المحافظات وصناديق الإعمار لن يغير من واقع الخدمات المتهالك في تلك المحافظات. وأشاروا إلى خطورة ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة وتراجع الخدمات، ما سينعكس على الواقع الاجتماعي في تلك المحافظات. استبعد خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار صرف الدينار أمام الدولار قريبا، مؤكدين أن ذلك مرتبط بإجراءات البنك المركزي. وأضاف الخبراء أن سعر الصرف ليست له علاقة بإقرار الموازنة، وإنما هو سياسة نقدية من مهمة البنك المركزي الذي من المفترض أن يكون أو تكون إجراءاته تؤدي إلى استقرار سعر الصرف، معتبرين أن الإنفاق الحكومي مع إقرار الموازنة لن يؤدي إلى انخفاض الدولار، وإنما سيؤدي إلى زيادة الطلب عليه، لأن الحكومة ستصرف أموالاً جديدة للمتعينين الجدد من بداية إصدار أوامرهم. أكدت اللجنة المالية النيابية أن فقرة الدرجات الوظيفية المضافة في قانون الموازنة قد تتعرض للطعن من قبل وزارة المالية الحالية لمخالفتها للقرارات الحكومية بوقف التعيين. هذا وكشفت مصادر نيابية عن بروز خلاف جديد يحيط بالموازنة، حيث تدفع كتل نيابية باتجاه تعطيل إقرار قانون الموازنة للسنوات الثلاثة وأن تكون الموازنة لسنة واحدة فقط. وأضافت المصادر أن هذا الإشكال عرقل إتمام التصويت على بعض المواد. طالب إداري مؤسسات صحة ديالى بإلغاء قرار مفاجئ صادر عن المحافظة يقضي بإيقاف مخصصات الخطورة البالغة 30% من رواتب شريحة الإداريين في مؤسسات الصحة وإعادتها بأثر رجعي. وبيّن الإداريون أن قرار المحافظة لا تعرف أسبابه حتى هذه اللحظة، مشيرين إلى أن تلك المخصصات جاءت بعد تعرضهم لمخاطر جمة أثناء عملهم في مؤسسات الصحة. كما أكدوا أن إعادة مبالغ الخطورة منذ أكثر من عامين تعني زج أكثر من 2000 موظف في الصحة بمتاهات الديون الحكومية، متسائلين عن السبب وراء إيقاف مخصصات الخطورة في ديالى دون بقية المحافظات. حلت مادة السكر واللحوم في المركز الأول كأهم استيرادات العراقي من البرازيل خلال العام 2022. وبحسب موقع تراد ماب، فقد استورد العراق من البرازيل خلال العام الماضي 53 مادة من السلع بقيمة بلغت نحو 715 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 79% عن سنة 2021 والتي بلغت نحو 400 مليون دولار. وأضاف الموقع أن السكر والحلويات جاءت أولا في استيرادات العراق من البرازيل بقيمة بلغت نحو 300 مليون دولار، تليها اللحوم بقيمة مالية بلغت نحو 128 مليون دولار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.